خسائر متواصلة وصفعات موجعة تتلقاها الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة على يد أبطال القوات المشتركة بكافة تشكيلاتها الثلاثة، حراس الجمهورية وألوية العمالقة وأسود التهامة. هذه الصفعات موجعة إلى حد كبير، ليس نتيجة أعداد القتلى والجرحى في صفوفهم وتدمير آليات وذخائر وحسم، وإنما لكون ما تبذله هذه الميليشيات من جهد ووقت في نقل تعزيزات أفرادا وأسلحة من المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها إلى محافظة الحديدة يتم سحقها خلال ساعات. كاميرا قناة اليمن اليوم تجولت وبكل أريحية في هذه المناطق التي أصبحت مؤمنة بالكامل في الشرق والجنوب الشرقي لمدينة الحديدة، وخلو المنطقة من سماع أصوات الاشتباكات بالقرب منها دليل على أن أبطال المقاومة المشتركة قد وصلوا في توقلهم إلى مناطق أبعد من التي تشاهدونها الآن. بعدهم إلى جبال مرة منتصرين، بعدهم قد دخلنا الحديدة وطهرناها إن شاء الله بإذن الله، باقي من هلا الشيء اليسير، وبعدهم لأجبال مرة لا صنعاء في المكان. هذه الخنادق التي استحدثها عناصر الميليشيات للاحتماء بها أصبحت هي القبور التي حفروها بأيديهم ليلقوا بها مصيرهم المحتوم. هذا الخندق والخنادق الجنود هربوا منها ولا شارع جيدة. هذه خنادق الميليشيات هذه كانوا يستعملونها لإيصال المدد وقطع الطريق عن مدينة الحديدة، والآن تم السيطرة عليها، ونحن الآن قرب من مستشفى الثورة، وإن شاء الله ما هي إلا ساعات ونحن ما بعد شارع صنعاء وسبعة يوليو إن شاء الله. أكبر الله أكبر والله الحمد. بالروح بالدم بالديك يا ابن، بالروح بالدم بالديك يا ابن، بالروح بالدم بالديك يا ابن. تحيا الجمهورية اليمنية. الأسلحة التي نهبوها من مخازن الدولة باتت كذلك وقودا يحرق أجسادهم كحال هذا المخزن الذي دمره الطيران وظل يتفجر لوقت غير قصير، وألسنة اللهب تتصاعد منه لعدة ساعات. هذا حق القلب حق الميني. أنا وحوش الآن يتم حريق مخازن الحوثيين، وإن شاء الله لو بيتم السيطرة على مدينة الحديدة في خلال هذا اليومين. من محافظة الحديدة شرف الشمري، اليمن اليوم.